فرسان الإسلام، قناة الرائعة، تقدم لكم سير العظماء والأبطال والفرسان في التاريخ الإسلامي. رجاء الاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نقدم لكم اليوم مناظرة مشهورة حدثت وجاءت في بعض الروايات. هذه المناظرة من أقوى المناظرات التي حدثت في التاريخ الإسلامي، فما يروونه عن أبي المليح الهذلي عن أبيه قال: كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب، إذ دخل علينا رجل من أهل الروم فقال له: أنت من العرب؟ قال: نعم. قال: أما إني أسألك عن ثلاثة أشياء، فإن خرجت منها آمنت بك وصدقت نبيك محمدا. قال: سل عما بدا لك. قال: أخبرني عما لا يعلمه الله، وعما ليس لله، وعما ليس عند الله. قال عمر: ما أتيت إلا كفرا، إذ دخل علينا أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فقال لعمر: أراك مغتما؟ فقال: وكيف لا أغتم يا ابن عم رسول الله، وهذا يسألني عما لا يعلمه الله، وعما ليس لله، وعما ليس عند الله، فهل لك في هذا شيء يا أبا الحسن؟ قال: نعم، أما ما لا يعلمه الله فلا يعلم الله أن له شريكا ولا وزيرا ولا صاحبة ولا ولدا. وشرحه في القرآن: قل أتنبئون الله بما لا يعلم، وأما ما ليس عند الله فليس عنده ظلم للعباد، وأما ما ليس لله فليس له ضد ولا ند ولا شبيه ولا مثيل. قال: فوثب عمر وقبل ما بين عيني علي كرم الله وجهه، ثم قال: يا أبا الحسن، منكم أخذنا العلم وإليكم يعود، ولولا علي لهلك عمر. فما برح الرومي حتى أسلم وحسن إسلامه. هذه هي القصة التي وردت في بعض كتب الشيعة، وهذا شيء يذكره الشيعة في كتبه كما ذكره المجلسي في بحار الأنوار. وهذا الكتاب فيه من الأكاذيب ما لا يعلمه إلا الله، ولا وجود لشيء من ذلك في كتب أهل السنة بحسب ما نعلم، ولا نعلم أحدا من أهل الرواية ولا التاريخ ذكر ذلك ولو من دون إسناد. وأبو المليح الهذلي ثقة من رجال الكتب، وأبوه صحابي جليل رضي الله عنه، فأهل السنة أولى بهما وبحديثهما، ومثل هذا لو حصل لرووه وحكوه، فإذ لم ينفرد بروايته إلا هؤلاء الروافد الشيعة علم أنه لا أصل له. ومثل هذه الأكاذيب التي توهم معاني باطلة لا تروج على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا يغتم لها ولا ينشغل به، ولكن الشيعة يريدون أن يثبتوا بكذبهم أن عليا كرم الله وجهه أعلم من عمر، فيأتون بمثل هذا الكذب المفتوح. هذه المناظرة جاءت في بعض كتب الروافد والشيعة، وقدموها أو أوردوها في كتبهم كما قلنا لإثبات بعض الأشياء في نفوسهم، ولم يرد بها شيء صحيح في كتب السنة، ولذلك نقول أن هذه المناظرة ليس لها وجود في كتب السنة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله عز وجل، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.